الاختلالات التي عرفها توزيع الكتاب المدرسي وارتفاع ثمنه للنواب المحترمين عبد الكريم الهويشري، عبد الصمد ابو زاهر، فاطمه بن الحسن، الامين بوخبزه، بسمه الحقاوي، محمد الزويتن، ومحمد يتيم من فريق العداله والتنميه، فليتفضل احدهم بطرح السؤال. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على محمد اشرف المخلوقين. سؤالنا السيد الوزير هو متعلق بالاختلالات التي عرفها سيد الوزير. على سؤالنا في الاصل كان موجه للسيد الوزير، ولكن مرحبا بالسيد الوزير. قلت بان الموضوع ديال السؤال ديالنا كان حول الاختلالات التي عرفها الدخول المدرسي، وهي كثيره، يضيق الوقت لعرضها والتحدث فيها، ولكن نقتصر فقط على الاختلالات المتعلقه بالكتاب المدرسي انتاجا وتوزيعا وغلاء في الاسعار، خصوصا ان هذا الكتاب المدرسي اللي كنتكلموا عليه انه تزاد زياده فجة، فبغينا نسولوا السيدة الوزيرة علاش كانت هذه الزيادة في الكتاب المدرسي، وما هي التدابير اللي غتاخذها الوزارة لجعل الكتاب المدرسي في متناول القدرة الشرائية للمواطنين؟ وشكرا السيد الرئيس. الكلمة للسيدة الوزيرة، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سيدات النائبات محترمات، السادة النواب المحترمون، اسمحوا لي سيد الرئيس وأنا أتوجه لمجلسكم الموقر لأول مرة أن أتقدم بأحر التهاني لكم وللسيدات النائبات والسادة النواب على الثقة التي منحهم إياها المواطنات والمواطنون المغاربة خلال استحقاق 7 شتنبر الأخير، متمنية لكم جميعا العون والسداد في أداء مهامكم النبيلة. سيد الرئيس، سيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، كما لا يخفى عليكم يعتبر الكتاب المدرسي منتوجا استراتيجيا تخصه السلطات العمومية بأهمية بالغة، سواء من حيث مضامينه أو من حيث ثمنه أو من حيث توزيعه وتزويد الأسواق الوطنية بالكميات اللازمة منه. وقد تم إرساء عدة آليات، سواء داخل الوزارة فيما يتعلق بالجوانب التربوية أو بتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة فيما يخص تزويد السوق بالكتب المدرسية وتحديد الأسعار. فبخصوص تزويد السوق، يتم تشكيل لجان محلية ووطنية مشتركة بين قطاع التربية الوطنية ووزارة الداخلية، ويتم إشعار الناشرين بكل نقص قصد معالجته على وجه الاستعجال، وغالبا ما يتم استنفار كل الطاقات لضمان تزويد الأسواق بشكل عادي. وفي بداية هذه السنة على سبيل المثال، تم إشعار الوزارة بنقص في كتب السنة الثانية والرابعة من التعليم الابتدائي بكل من قلميم، خريبكة، تطوان، مراكش وخنفرة، فتم الاتصال بالناشرين في الحين قصد العمل على تزويد نقط البيع المعنية. أما بخصوص أثمنة الكتب المدرسية، فإنها تحدد بشكل تفاوضي مع دور النشر الفائزة بمشاريع الكتب المدرسية باعتماد المعايير التالية: الكلفة التقديرية للصفحة، عدد صفحات الكتاب، عدد التلاميذ المعنيين بالكتاب، حيث تنخفض الكلفة كلما ارتفع عدد التلاميذ. وبطبيعة الحال فإن الوزارة شديدة الحرص على الإبقاء على أثمنة الكتب المدرسية في مستوى يتلائم والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث تجدر الإشارة إلى أنه رغم كون دفتر التحملات الإطار المنظم لسيرورة لإعداد الكتاب المدرسي ينص على إمكانية فتح باب إعادة التفاوض حول ثمن الكتاب المدرسي بعد 2 سنين من صدور طبعته الأولى، فإن الوزارة عملت على الاحتفاظ بأثمنة الكتب المدرسية الصادرة منذ الموسم الدراسي 2002-2003 وعدم الزيادة فيها حفاظاً على القدرة الشرائية للأسر. وأود أن أتقدم هنا بالشكر للناشرين المساهمين في هذه العملية، كما أن الوزارة تعمل على توفير الكتب لأبناء الأسر ذات الدخل المحدود بتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن وعدة جمعيات من المجتمع المدني.
وكذا العديد من المحسنين، حيث تم خلال الموسم الدراسي 2006-2007 توزيع حوالي 350 ألف محفظة تحتوي على جميع الكتب واللوازم، بالإضافة إلى 213 ألف كتاب مدرسي على تلاميذ المعوزين. سيد رئيس، عندي بعض المعطيات حول أثمنة الكتب الموجودة في الجواب، سوف توزع على السادة النواب. كما أنه جزاك الله خيرا، إذا كان ممكن غير نخبركم بأنه كاين هذه الوثيقة التي تنشر في جميع المراكز، يعني في جميع نقط البيع، اللي فيها لائحة الكتب المدرسية المعتمدة والأثمنة المصادق عليها من طرف الوزارة. شكرا السيدة الوزيرة. ربما بعض إخوان النواب لاحظوا أنني أعطيت الوقت للسيدة الوزيرة، ليس من الكرام أن نحتسب لها وقت التهنئة. فالتعقيب للسادة النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السيدة الوزيرة المحترمة، السادة النواب، السادة النائبات. نحن في حزب عدالة والتنمية لما طرحنا هذا السؤال طرحناه لتنبيه الحكومة إلى ضرورة حماية القوة الشرائية للمواطنين، وما بغيناش هذه القوة الشرائية للمواطنين كتزيد تنزل بالإجهاز على المكتسبات ديال المواطنين في المواد الأساسية، وكذلك في الأدوية، وكذلك في الحليب، حتى حليب الأطفال الآن زادوا فيه، واستغلال الكتب المدرسية. هذا استغلال الكتب المدرسية اللي الآن المواطنين حريصين باش يقري أولادهم، جميع المواطنات كيضحيو، كاين اللي كيبيع حوايجو، كاين اللي كل واحد شنو كيدير باش حريص باش يقري أولادو. كنشوفوا الآن يعني لما جاء التغيير الآن، لما كنغيروا المقررات في إطار إصلاح يعني إصلاح قطاع التربية والتكوين، هناك تغيير المقررات وهناك تغيير الكتب المدرسية. كنلاحظوا يعني هذه الفترة هذه ديال الانتقال من اللي كنطبعوا الكتب الجديدة، كاين هناك ارتفاع في الأثمان. السيدة الوزيرة لما عملنا مقارنة بين يعني بالأثمنة لما كانت قبل من الإصلاح، عندي كأمثلة هناك، وهذه المقاربة التجارية اللي مشاو فيها لنا في الكتب الابتدائية، يعني بدات كانت الزيادة بين 50% و 57%، ولكن ملي جينا للثانوي بين 2006-2007-2008 كنلاحظوا كاين بعض الكتب اللي تزادت فيها الأضعاف، يعني تزادت فيها الضعف ديال يعني 150% تزاد الثمن بالنسبة مثلا الثانية بكالوريا اللغة العربية العلوم، كذلك الفلسفة العلوم، كانت الثمن ديال الكتاب 21 درهم ولا 33 درهم، كان الكتاب 13 درهم ولا 33 درهم. إذا هذه حنا كنقولوا كذلك مجموعة من الدراسات اللي تمات واللي شرفوا عليها يعني المتخصصون في التربية والتكوين وخاصة في الهدر المدرسي، رجعوا أسباب الهدر المدرسي منها أسباب اقتصادية، الوضعية المادية للأسر وتكلفة التمدرس، الاختلالات بالإضافة للاختلالات اللي قالتها السيدة الوزيرة، عدم السيد النائب انتهى الوقت، فقدان الكتاب المدرسي دقيقة بزاف في مجموعة من المناطق كنوجدوها كذلك، يعني افتقد الكتاب المدرسي حتى في المناطق اللي قريبة، ماشي حتى في المناطق اللي بعيدة، حتى بعض الجهات اللي قريبة. وشكرا.